رموز الإبداع والفن التفوا حول مهرجان المنصورة المسرحي الإقليمي بدورته الثانية بمحافظة الدقهلية شرق الدلتا المصري. المهرجان وخلال افتتاحه يحوي العديد من العروض المسرحية وفعاليات وندوات تهدف إلى إثراء الحركة المسرحية. المهرجان يعتبر خطوة، رأس المهرجان هو أسبوع بس أنا بعتبره خطوة، وحاليا بدأت يعني بحوالي أكتر من شهر بندرس فكرة هنفذها أنا في المنصورة، واللي هي اللي بعتبره مشروعي أنا الشخصي، إقامة مركز للفنون والإبداع والثقافة في المنصورة. عدد من الدول العربية شاركت بالمهرجان من بينها لبنان والجزائر وليبيا في خطوة تهدف إلى تدعيم المسرح العربي وتنوع العروض بالمهرجان من خلال 18 عرضاً. اليوم نحن في المنصورة على هذا الانفتاح، على أنه الدورة تكون دورة دولية، دورة بمشاركة 6 أو 7 دول عربية. هذا يفتح المجال حتى للشباب المسرحي على مستوى المنصورة أنه يحتك مع الآخر، أنه يتبادل الأفكار، يتبادل العناوين، حتى يخرج إذا صح التعبير المسرح من هذه المدينة البعيدة عن العاصمة إلى ما بعد العاصمة. نحن هنا لا نتطرق إلى قضية القوى الناعمة فقط، وإنما نتطرق إلى نوع من أنواع الإرث الثقافي الذي يكون مكون جدا مهما من حضارات الدول. لذلك أنا أعتقد إقامة مثل هذه المهرجانات في مثل هذه في 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 هذه المناطق، سواء في العاصمة القاهرة أو في المنصورة، مهمة جدا لأن يعرف الشباب أين هي المراحل الجديدة المتجددة والتجارب الجديدة في المسرح المصري أو الدولي الذي يشارك في هذا المهرجان. وتهدف عروض المهرجان إلى محاربة العنف بالقوى الناعمة، خاصة مع المشاركة العربية المتميزة التي شاركت بمختلف الورش الفنية والتدريبية والعروض المسرحية بنسخة المهرجان الثانية. شرفنا نحن كوفد ليبي، كذلك الوفود العربية اللي أتت إلى المنصورة بهذه الدعوة الكريمة لحضور هذا المهرجان في محافظة المنصورة والدقهلية. لنا الشرف الكبير أن نكون بين خوتنا وأهلنا، وإن شاء الله يعني نقدموا لهم عمل ينال إعجابهم، وهو عمل للراحل شرح البال عبد الهادي الله يرحمه ويسامحه، هو المخرج المنفذ لهذا العمل، وللكاتب سلام الصقر من العراق. بالنسبة لنا نحن كمسرح وطني لبناني، هذا الشيء اللي نحن أصلاً بنشتغل عليه بلبنان هو العمل خارج المركزية الثقافية، إن كان بالشمال ولا بالجنوب. فشرف كبير لنا اليوم أن نكون بالمنصورة لنأسس لحركة مسرحية بالدورة الثانية من هذا المهرجان، والمشاركة العربية مهمة ليكون في تجارب مختلفة. فعم نشارك من خلال عرض مسرحي تأليف الكاتب الفلسطيني سلمان ناطور وسينوغرافيا الإسبانية أنا سندر ألفاريز، وكمان من خلال ورشة تدريبية عم بيقوم فيها كمان الأستاذ صلاح عطوي من لبنان. وتقام الدورة الثانية على مسارح مدينة المنصورة وأربع محافظات مصرية أخرى بمشاركة فرق مسرحية من دول عربية، كما تم اختيار الفنان المصري أحمد وفيق رئيسا للمهرجان. فرصة جسدها مهرجان المنصورة المسرحي الإقليمي للتنقيب عن المواهب وتدعيمها، وذلك من خلال إقامة الفعاليات الفنية وتحفيز الفرق المسرحية المستقلة والهواة ليكون إحدى بوابات الدخول لعالم الفن. من محافظة الدقهلية المصرية، رمضان المطعني، هنا القاهرة، عاصمة الخبر.